بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على كافة الأنحاء. في النهاردة كمان نشاط للرياح محدود على بعض المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير، الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتورة منار. دلوقتي هل إحنا قدامنا فترة طويلة على الارتفاعات في درجة الحرارة دي، وإيه أكتر المناطق اللي بتشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة حاليا؟ هو بالفعل في استمرار لارتفاع درجات الحرارة، يمكن ارتفاع درجات الحرارة متوقع ان هو يكمل معانا على مدار هذا الاسبوع، يمكن كمان يكمل معانا لنهاية شهر يوليو وبداية شهر اغسطس. لكن احنا اليوم وغدا تحديدا هنلاحظ ان درجات الحرارة اقل حدة، او احساسنا بدرجات الحرارة اقل حدة من الاسبوع الماضي، لان هيكون في انخفاض طفيف جدا في قيم درجات الحرارة. يعني احنا اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى في الظل 36 درجة مئوية، احنا بداية الاسبوع الماضي كانت 39 صحيح. درجة مئوية. لكن في استمرار لتأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي اللي معاه الكتل الهوائية شديدة الحرارة اللي بتمر على البحر المتوسط، بيحصل لها تعديل في قيم درجات الحرارة، فبتوصلنا بقيم درجات حرارة أقل، لأنها أصلا هي جاية من بلاد الشام ودول الخليج والجزيرة أو شبه الجزيرة العربية، بتكون قيم درجات الحرارة فيها 50 درجة مئوية، لكن لما بتمر على البحر المتوسط بيحصل لها تعديل في قيم درجات الحرارة، بتهدى شوية بالظبط، لكن بتحمل بكميات كبيرة من بخار المية. يعني هي الرطوبة بقى هي المشكلة يا دكتور منار، يعني هي الرطوبة هي اللي بتحسسنا يمكن شوية بالحرارة أكتر. بالفعل، ففي استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، نسب الرطوبة عالية جدا، بتتجاوز ال 90 و95% على المناطق الساحلية، بتوصل ل 85 و90% على القاهرة الكبرى. فنسب الرطوبة هي اللي تخلينا نحس ان لسه في ارتفاع في درجات الحرارة كبير، بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح درجتين لاربع درجات على حسب نسبة الرطوبة. فاحنا ال 36 اللي احنا متوقعينها اليوم في الظل هنحسها لو تكن 39 درجة مئوية، فبالتالي لسه حاسين بالاجواء شديدة الحرارة الرطبة في معظم المناطق اللي موجودة في الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، خاصة كمان إن فترة النهار فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير. يمكن المناطق الساحلية مطلة على البحر المتوسط بتكون أقل درجات حرارة في الجمهورية، بتسجل درجات حرارة ما بين 32-33 درجة مئوية، لكن بتكون أعلى رطوبة. يعني إحنا عندنا المناطق الساحلية مطلة على البحر المتوسط أعلى رطوبة، لكن أقل قيم درجات الحرارة، فأيضا في بارتفاع درجات الحراره في فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، لكن احنا في يعني ارتفاع في درجات الحراره خلال فترات الليل عن الايام الماضيه، بدانا نحس بالرطوبه بشكل كبير، فبدات الاجواء فتره الليل تكون اجواء مائله للحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه. لكن اليوم تحديدا فتره المساء وساعات المغرب هيكون في نشاط نسبي للرياح، هو نشاط بسيط جدا لكن هيساعد بعض الشيء على تلطيف الاجواء فترات المساء وساعات. طب ايه المناطق اللي هيكون فيها نشاط للرياح يا دكتوره منار؟ اليوم اغلب مناطق الجمهوريه، يعني احنا عندنا السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، اغلب المناطق هيكون نشاط رياح عليها، نشاط رياح نسبي، لان احنا الايام الماضيه كان في هدوء بشكل كبير في سرعات الرياح، ده زود احساسنا بنسب الرطوبه بشكل كبير. لكن اليوم تحديدا وغدا هيكون في نشاط نسبي للرياح، هيلطف في الجو بعض الشيء مش بشكل كبير، فيخلينا نحس نسب الرطوبه اقل فترات المساء. كمان متوقع طبعا استمرار تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على معظم الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن ما بتاثرش على حركه المرور، يعني هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. متوقع مره اخرى مع يعني يوم الاثنين والثلاثه ومنتصف الاسبوع يبدا ثاني المرتفع الجوي، صفقات الجو العليا ياثر علينا بشكل كبير او القبه الحراريه، فنبدا نحس ان في ارتفاع في قيم درجات الحراره ونستمر
في الموجة دي زي ما قلنا في الأول يمكن لنهاية شهر يوليو بداية شهر أغسطس. عشان كده احنا بنأكد على كل السادة المواطنين لازم ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير، لأن استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم فترة النهار وفترة الليل لفترة طويلة يمكن احنا مش معتادين على طول الموجة اللي احنا فيها دي. احنا اعتدنا على موجات ارتفاع في درجات الحرارة في فصل الصيف وبتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات، لكن لم نعتاد على الطول اللي في الموجة دي تطرف مناخي بشكل كبير. يعني احنا بقنا تقريبا أسبوعين في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، فلازم ناخد احتياطاتنا، وأهمها ان احنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة بقدر الإمكان. لو اضطريت أبقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، تجنبا طبعا للإزهاد الحراري وضربات الشمس. وخلينا أكد كمان إن إحنا لو موجودين في الشارع هنحس بقيم درجات حرارة أعلى من درجة الحرارة المحسوسة، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية. إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم، ولو نقدر طبعا نرتدي الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون، ده شيء مهم جدا. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 36 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 37-26، الإسكندرية 33-24 والعالمين 32-24. في مطروح درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24، أما في دمياط 34-25. في بورسعيد 34-25 أيضا، ولكن في الإسماعيلية 39-25. نروح للسويس، العظمى 39 والصغرى 26 والعريش 35-24، كاترين 35-18 وطوبة 38-26، حلايب 38-30 وشلاتين 42-30. في شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30، وفي الغردقة أيضا 41-30. أما في الفيوم فالعظمى 39 والصغرى 26، وفي بني سويف 39-26، في الوادي الجديد 43-28، وفي أسيوط 40-27، في سوهاج العظمى 41 والصغرى 27، وفي قنا 42-28، في الأقصر 43-29، نفس درجة الحرارة في أسوان 43-29. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع مرة تانية دلوقتي لبسنت وشاذلي نعرف أهم الأحداث النهاردة. عودة ليكم مرة تانية شاذلي وبسنت. بنشكرك يا هلا.